في إطار مساعي حكومة إقليم كردستان، والتي أعلنت عنها مرارا خلال الفترة الماضية، عادت كبريات الشركات المختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من عشرات الدول الأجنبية والمحلية لتشارك في معرض هايتكس الذي يعتبر عاملا مساعدا في الحد من الفساد وتحسين الروتين اليومي الذي يعاني منه المواطنون، كما أشارت إليه حكومة الإقليم. السوق الكردي، السوق في إقليم كردستان واعدة جدا، وهي من الأسواق المهمة جدا. احنا من أهم الأسواق، أربيل خصوصا من أهم المناطق في العراق بالنسبة لنا في شركة كريم. شنو اللي تريدون تسوي؟ اللي نريد نسوي، مهمة شركة كريم هي تتمثل في مساعدة في التحول الرقمي. احنا المهمة مالتنا هي انه نساعد في تبسيط حياة الناس ونخلق مؤسسة تلهم الآخرين. سوق الإلكترونيات جيد هنا بكردستان، يعني جيد، ونريد نعرف مشاركتنا احنا حتى نعرف الشركات على خدماتنا، خدمات شركتنا اللي هي الشحن من الدول إلى العراق وإلى كردستان، والنقل داخل العراق من خلال الزباين اللي عندنا هنا بكردستان، والكميات اللي دا توصل للعراق عن طريق شركتنا. يعني السوق جيد. هايتكس معرض سنوي لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، جاءت هذه المرة بنسخة استثنائية. يقوم المشاركون من جميع أنحاء العالم بعرض منتجاتهم التي غالبا ما تبهر الحضور من الصغار والكبار. والله كل شيء شفته، اللي بيع الأملاك والتكنولوجيا والآي تي، هواية يعني، هواية برنامج داخل هذا المعارض شفته. اي والله يفيد الناس. والله انا اول مره اشارك بالمعرض الدولي، وصراحه كانت اللعبه كلش حلوه، والعروض همين حلوه ومرتبه، وفتشي صراحه كلش من ان تشوف هذا الشيء موجود، يعني موجود عندنا هذا التطور. اي وهي للصغار والكبار طبعا اكيد. وبحسب المشرفين على المعرض، فان الخطط الخاصه بهايتكس تتضمن إقامة فعاليات وعروض للابتكارات الحديثة على مستوى العالم أجمع. يوسف المدلاوي، زاغروز الفضائية، أربيل.